الاكوال ديالنا ما تاخذش الاعتبار. علمنا السلطات المحليه، علمنا كذلك درنا محضره معينه اللي هو يوثق المرحله الاولى ديال الهدم من الفوق، البناء من الفوق. الان احنا دابا كنتعرضوا لهذه الكارثه اللي هي الاولاد ديالي الاسره ديالي كلهم في خطر. هانتوما كتشوفوا هذا الجار اللي هو لتحت مني اللي هو هاد الناس اللي كيحفروا هنا غنبناهم مرارا وتكرارا مرارا من النهار الاول اللي جاوا يبنيو وحنا كنبهوهم والو ما كياخذوش الكلام بعين الاعتبار، نظرا لانهم تيقول لك حنا عندنا الناس التدخل ولا ما عرف شنو هو القراءات اللي هما عندهم في الراس ديالهم. حنا دابا تنناشدوا السلطات وكنناشدوا كذلك الناس اللي هما معنيين بالامر انهم يقوموا بالتدخل ديال التدخل، وكذلك ان هذه الامور اللي هي ديال الهدم هذه راه جنايه ان تاخذ بعين الاعتبار من طرف السلطات القضائيه ولا السلطات المحليه. عندي الاسره ديالي كلها راه في الدار الان، راهم خرجوا كلشي خرج على برا، احنا كنا في الدار وصبحنا دابا عائله متشرده. علاش؟ على قلت فايده، هو الطاشرون جالس في دارو، مول الملك جالس في دارو، وانا اللي هو اللي هنا انا خارج هنا في الدار، انا والعائله ديالي والاسره، وليدات صغار، امراه كبيره عندي في الدار اللي هي كذا. الجيران هذا الرساله ديالي هو ان هذه المسائل ديال البناء ان خاصها تاخذوا بعين الاعتبار، ان الولد راه هو واقف فهمت، الاسره ديالي كلها هي سقات في الزنقه، وهذا الشيء مشى هذا ولد الصاد. زعما هذا الشيء هذا راه حشومه في الحقيقه والله العظيم، الا حنا في واحد الحاله يرثى لها. كيضرب هذاك العجب هذاك الطويل كيضربيه في الارض كتهز الدار كلها، هذه 15 يوم والدار كتهز. البارح كانوا كينبشوا هذا الصباح وثاني صباح كينبشوا هنايا تحت هذوك الساريات اللي كانوا تما، الساريات اللي مدعمين الدار كينبشوا تحت منهم كيجبدوا التراب. واش الا نبشتي تحت الساريه شنو غيطيح؟ غطيح الساريه يوصل عندي، طاحت الساريه هاد الدار طاحت. نبهتهم لهاد الخطوره ديال هادشي؟ نبهناهم قلنا لهم هاد الدار اللي كانت ساكنين هنايا راه غيجاو الحيط ديالنا، هذاك الحيط داروا عليه الزليج، راه فين هو؟ شوفوا الزليج فين هو؟ شوفوا الصباغه فين هي؟ داروا الزليج على الحيط ديالنا، ما دايرين لا ما معمدين ما حتى شي حاجه، ما معمدين ما والو، داروا الحيط الزليج ديالنا صبغوه وهذا، وهادو جاو جلسوا كيريبوا عينا فيهم، راه هاد الناس راه ما دايرينش الحيط ديالهم، شوفوا كيفاش ديروا لهاد الشيء، جلسوا كينبشوا من التحت طيحوا كل شيء. اللحظه اللي سقط الحيط كنتو من الداخل؟ حنا لداخل في الدار، يلاه كنتغداو خلينا الماكله محطوطه. حاجه ما كاينش خسائر. الحيوط مهرسين لداخل، كل شيء راه مهرس لداخل في الفوقي. ها الخسائر، هاد الشيء كله، هاد الشيء كله قدامك، راه شوفي الخسائر. وعاد الخسائر عاد ليطا بسيكولوجيك دابا، مي مريضه فيها القلب فيها السكر فيها طيح ليا دابا انا مريضه. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.